صباح الفل عليكم شباب وشابات ثانوية عامة، معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورسات بيرفكت انجلش لكورسات اللغة الإنجليزية. مسابقة أو منافسة competition روتين أو حاجة معتادة بنسميها روتين. لو عايز يطور أو ينمي حاجة بنسميها develop، وجات منها النون development. أوكي، يبقى develop development. establish يعني يثبت أو يرسخ أو يؤسس. يعني مثلا لو أنا عندي شركة وأقول لك إن بابا ولا جدي هو اللي عملها من 100 سنة مثلا، فأقول لك it's established company أو established organization. تمام؟ لو أنا اللي هعمل الشركة فأقول مثلا I will establish a new company next month مثلا. تمام؟ pioneer يعني رائد، حد عنده، مش رائد يعني عقيد ورائد، لا مش رتب عسكرية، يعني حد عنده ريادة في المجال ده. ريادة يعني إيه؟ يعني هو أول حد عمل كده. يعني مثلا مجدي يعقوب is a famous pioneer heart transplant surgeries، يعني هو واحد من الرواد المصريين أو الناس القليلين المصريين الأوائل يعني اللي ابتدوا يتحركوا في فكرة زراعة عمليات زراعة القلب والحاجات دي. أوكي، فبايونير يعني رائد. انتربريت عندنا خلي بالكم في فعلين، في فعل اسمه انتربت يعني قاطع، وفي فعل اسمه انتربريت يعني يفسر. يعني لما اجي اقول لك مثلا اديك قصيده مثلا وكلام فيها صعب كده والفاظ غريبه، فبعدين اقول لك can you interpret it for me، ممكن توضحها لي، ممكن تفسرها لي. فانتربريت يعني ايه؟ يعني اكسبلين، عشان بس تبقى الدنيا سهله يعني. interpret يعني explain. تمام، عندنا nation يعني امه. اوكي، لما اجي اقول national معناها ايه بقى؟ قومي او وطني. اوكي، insist the verb بمعنى يصر على. day طبعا يعني يوم. لما اجي اجيب كلمه mid يعني منتصف، فاجي اقول مثلا mid term يعني ايه؟ امتحانات الميد ترم، في نص الترم. mid day يبقى نص النهار الساعه 12 الظهر، ميد نايت يبقى نص الليل. تمام، فميد معناها هاف، فلما اجي اقول ميد داي معناها ايه؟ في منتصف اليوم اللي هو الساعه 12 الظهر، 12 بي ام يعني. تشالنجز يعني تحديات، وممكن اقول تشالنج از ا فيرب بمعنى يتحدى. اوكي، اكزاكتلي ذا ادفيرب معناها بالظبط او تماما. سكيلز مهارات ذا ناون. كولكشن يعني مجموعة، ما أقول لك مثلا a nice collection of photographs مثلا، يعني مجموعة جميلة من الصور. Diplomacy يعني اللي هي الدبلوماسية، زي لما أقول مثلا diplomat يعني دبلوماسي، شخص اللي هو لما أقول مثلا شخص سياسي يبقى politician، أجي أقول شخص دبلوماسي يبقى diplomat. طب المجال نفسه السياسة تبقى politics والدبلوماسية تبقى diplomacy. تمام، fiction ممكن تيجي بمعنى الخيال وممكن تيجي بمعنى الأدب القصصي. يعني لو أنا بقول رواية مثلا، الرواية دي لو حقيقية اسمها نون فيكشن أو نون فيكشنال. أوكي، لو هي حقيقية نون فيكشنال يعني دي ريل، بيزد أون ريل ستوري. إنما لو أنا قعدت أتخيل وقمت كاتب رواية يبقى دي اسمها فيكشنال رايتنج، أو ممكن بيختصروها دايما يقول لك فيكشن ده المجال نفسه بقى، الأدب القصصي أو الخيال نفسه. زي لما أقول لك أفلام الساينس فيكشن اللي هو أفلام الخيال العلمي. تمام، political ده adjective يعني سياسي، politician اللي أنا كنت بقولها لكم أهو ده البني آدم بقى، he works as a politician. زي ما أقول لك he works as a doctor، he works as a scientist، he works as a politician. تمام، literature يعني الأدب، literature يعني مش الأدب اللي هو تعلم الأدب ولا خليك مؤدب، لأ literature اللي هو نوع من أنواع النصوص المكتوبة يعني. devastate as a verb معناها يدمر، devastate زي destroy كده، devastate. graduate as a verb معناها يتخرج من، graduate. طب لو عاجبها as a noun خريج فأقولها graduate. فلو أنا هقول أنا اتخرجت من جامعة القاهرة في سنة كذا، أقول I graduated from Cairo University in سنة 2000 مثلا، in 2000. طب لو عايز اقول انا خريج جامعه القاهره اقول I am a graduate of Cairo University. بيعتمد على الكونتكست، على الجمله نفسها. لو الجمله بقول لك I graduated وبعدها نقط يبقى I graduated from Cairo University، انا بتكلم في verb graduate from.
طب لو بقول لك انا خريج فاقول لك I am a graduate of Cairo University، تمام؟ فيبقى الفكره كلها فين؟ هو انا عندي فيرب في الجمله ولا ما فيش؟ لو في فيرب في الجمله يبقى انا بتكلم في ناون ان هي دي معناها خريج، I am a graduate of Cairo University. طب لو انا بقول لك انا اتخرجت يبقى هي دي الفيرب نفسه، يبقى I graduated from Cairo University. يبقى هو يلعب في البريبوزيشن او البريبوزيشنال فريز ان كان اوف او ان كان فروم على حسب هي جايه ناون ولا جايه فيرب في الكونتكست اللي موجود قدامي في الجمله، تمام؟ The Arab world يعني العالم العربي، الوطن العربي يعني. The Far East يعني الشرق الأقصى. Old fashioned ده expression يعني adjective على بعضه كده معناها موضة قديمة، old fashioned، تمام؟ وناخد بالنا إن دايما بيكون فيه الهايفن اللي في النص، دي مش كلمتين، دي compound مربوطين ببعض كده بالهايفن، أوكي؟ custom يعني عادة، وناخد بالنا إن أنا عندي custom وهابت. هابت دي عادة فردية، أنا من عادتي أصحى الصبح أغسل سناني، يبقى it's my habit to brush my teeth every morning. إنما لما أقول custom دي عادة جماعية، دي collective، يعني أجي أقول لك مثلا it's a custom in Egypt for women to get dressed in white when they are getting married. يبقى الستات لما بتيجي تتجوز في مصر بتلبس فستان لونه أبيض، مفيش ستة بقى هتلبس فستان لونه أحمر ولا أسود، ليه؟ لأن دي عادة جماعية. يبقى custom عادة جماعية، habit عادة فردية، تمام؟ district معناها حي سكني أو منطقة أو مقاطعة، ده المكان اللي احنا عايشين فيه اسمه district. law يعني القانون، وناخد بالنا انها law مش low، low يعني اللي هي منخفض L-O-W، انما law يعني القانون، جات منها lawyer يعني محامي. style يعني اسلوب. usage ممكن كلمة use يستخدم، ممكن تيجي use، بصوا انا نطقتها ازاي، use، وممكن تيجي use بالاس، use بالزه ساوند يعني يستخدم، use يعني استخدام. طب كلمة use ليها معنى تاني او ليها collocation تاني يعني او ليها synonym تاني، هي usage. يبقى استخدام ممكن تيجي use تكتب يو اس اي بس تتنطق بالاس، وممكن تيجي يوسج برضو يعني استخدام، يبقى يوس ويوسج ده ناون، انما يوز ده فيرب بمعنى يستخدم. افريج يعني في المتوسط، ودايما بيجي معها preposition on average، يعني اجي اقول لك انا مثلا on average بروح مثلا بروح الكنيسة مثلا 3 مرات في الاسبوع، فon average ممكن الثلاثة دي بقى تبقى 4، ممكن تبقى 2 on average، تمام؟ المتوسط يعني. attachments يعني مرفقات، attachments يعني مثلا، هي طبعا جايه من verb attach، attach الجزء الاولاني ده يعني يرفق، يعني مثلا لو انا هسافر او لو انا هبعت ايميل فاقوم باعت الايميل وعايز ابعت فيه صوره، فاقوم قايل attach file واقوم عامل upload للفايل ده، لما يترفع الصوره دي وتبقى جوه الايميل اسمها اتاتشمنت. يعني لما اجي ابعت لحد ايميل وعايز اقول له بص في المرفقات هتلاقي فيه فايل انا بعته لك، فاقول له ايه؟ find the attachment below، اوكي؟ او please check the attachment مثلا، تمام؟ يبقى attach يعني يرفق، وجات منها النوم بقى attachments، او طبعا ده plural يعني attachment واحد مرفق، و attachments ده البلورال بتاعها يبقى المرفقات. publish يعني ينشر، لغايه هنا كده ينشر، مش ينشر غسيل، ينشر كتاب، ينشر مقاله. فلو publisher ممكن تيجي دار النشر، يعني مثلا مؤسسه الاهرام مثلا تنفع تكون هي الببلشر، وينفع لو حد هو اللي هينشر لي البني ادم ده، انا مثلا حد قال لي اكتب لي الكلمتين دول واعملهم بوست على الفيسبوك مثلا، فأقوم كاتب الكلام وأقوم قايل باسم فلان الفلاني هو اللي قايل كذا مثلا، يبقى I published his post، تمام؟ فpublish as a verb وpublisher ده الناشر، ممكن تيجي البني آدم وممكن تيجي دار النشر نفسها. كمان عندي race يعني سباق، وممكن تيجي بمعنى يسابق، يعني race دي ممكن تيجي السباق نفسه الrace النون يعني، وممكن تيجي as a verb يعني تعالى نتسابق أنا وأنت، يبقى let's race together مثلا. sound طبعا معناها صوت. ايه الفرق ما بين voice وساوند؟ اقولها لكم كده في السكه. voice ده صوت حضرتك، الصوت البشري اسمه voice. انما في كوبايه وقعت اتكسرت في المطبخ وانا سمعت صوت كده فاقول لك I heard a strange
ساوند، ممكن تبقى سترينج نويز ممكن، بس نبقى فاهمين ان فويس ده الصوت البشري، انما ساوند ده صوت انا اي حاجه بقى، انا ما عرفتش احدده ايه اللي وقع، ايه اللي اتكسر، ايه اللي اتخبط، ده ساوند. تمام. ممكن تيجي بقى از ا فيرب بمعنى يبدو عليه، يعني اجي اقول لك مالك انت شكلك متضايق، يو ساوند مثلا ايه، يو ساوند وورد، يو ساوند ساد، تمام، يو ساوند بيوتيفول، يو ساوند جورجيوس، شكلك حلو، شكلك جميل، يبقى كاني بقول هنا ساوند زيها زي لوك. لما اجي احكي لك على حاجه فتقول لي ات ساوندز بريليانت، ايه رايك بقى نسافر ونروح مش عارف ايه ونعمل، تقول لي واو ده شكلها حلو قوي، يبقى ات ساوندز بريليانت. ساوند هنا مش معناها صوت، ده معناها ايه، از ا فيرب، يبدو عليه. area يعني منطقه، particular يعني محدد او معين، فلما اقول particular area يعني منطقه محدده او منطقه معينه. diplomat as a noun ده اللي هو الشخص الدبلوماسي، diplomacy ده المجال اللي هي الدبلوماسيه، يعني انا اقول لك مثلا Egyptian diplomacy played a vital role in the issue of the Ethiopian dam، يعني الدبلوماسيه المصريه لعبت دور هام في مشكله السد الاثيوبي. تمام، يبقى diplomacy دي الدبلوماسيه نفسها، الدبلوماسيه المصريه. انما diplomat ده البني ادم، ده مثلا سامح شكري مثلا هو وزير الخارجيه المصري، فيبقى he is an important diplomat، يعني هو شخص دبلوماسي مهم. diplomatic ده الادجكتيف بقى، يعني اجي اقول لك مثلا في حوارات دبلوماسيه تجري ما بين الجانب المصري والجانب الاثيوبي مثلا، فيبقى diplomatic negotiations are taking place between the Egyptian side and the Ethiopian side. يبقى انا بتكلم في diplomatic، يبقى ايه؟ ده adjective. يبقى انا عندي diplomacy ده noun اللي هي الدبلوماسيه، عندي diplomat ده البني ادم نفسه الشخص اللي بيروح بيتكلم باسم الدوله بتاعته، وعندي diplomatic ده adjective ان انا ممكن اقول مشاكل دبلوماسيه، مواقف دبلوماسيه وهكذا. تمام؟ article يعني مقاله، report يعني تقرير، lawyer يعني محامي، وزي ما كنت بقولها لكم كده lawyer مش lawyer، لا هي lawyer، law lawyer. تمام؟ excellent ممتاز، destroy يدمر زيها زي devastate، devastate جت منها devastation اللي هو الدمار، وعندي destroy جت منها destruction اللي هو الدمار برضه، يبقى devastate devastation destroy destruction. graduate يتخرج، graduation ده التخرج نفسه، ده الداون بقى. the middle east يعني الشرق الاوسط، the middle east، وطبعا ناخد بالنا ان لما باجي اكتبها بكتب middle الام كابيتال وايست الاي كابيتال، the arab world الاي كابيتال والدبليو كابيتال، اوكي يبقى the arab world the middle east الام كابيتال والاي كابيتال، انما كلمه the ما بتتعملش كابيتال الا لو انا ابتديت بيها الجمله، يعني قلت لك مثلا the middle east is important all over the world، فيبقى the في الحاله دي تتعمل كابيتال لان انا بادئ بيها الجمله، انما لو انا جايبها في وسط الكلام كلمة the مش هتتعمل كابيتال، اوكي؟ Middle East بس الام والاي، Arab world الاي والدبليو، تمام؟ Disability يعني إعاقة، يعني ممكن طبعا تبقى physical disability وممكن تبقى mental disability، يعني لو هي physical يبقى حد مثلا كان ممكن، على فكرة حد يتولد بإعاقة، يعني مثلا يتولد عنده شلل مثلا أو مفيش إيد أو مفيش رجل أو كده، ده نوع من أنواع physical disability. في فيزيكال ديسابيلتي ان حد يبقى سليم ويخش الحرب مثلا ويفقد دراعه ويفقد رجليه، يبقى برضه ده فيزيكال ديسابيلتي. في حاجه ثانيه اسمها منتال ديسابيلتي، المنتال ديسابيلتي اللي هي الاعاقه الذهنيه، اللي هو لما حد يكون داون سيندروم مثلا، او يكون اي نوع من انواع الاعاقات، عنده تاخر ذهني، عنده اي ديسابيلتي ليها علاقه بالعقل. يبقى انا عندي الديسابيلتي فيها منتال اللي هي الاعاقه الذهنيه، وفيها فيزيكال اللي هي الاعاقه الجسديه. تمام؟ disaster يعني كارثة، collect the verb يعني يجمع، poverty يعني الفقر، ناخد بالنا ان poor يعني فقير، شخص او لو حد فقير as an adjective يعني شخص فقير، يبقى he is poor. طب لو بتكلم على الحالة نفسها يبقى poverty، poverty اللي هو الفقر. period يعني فترة، وممكن تيجي في ال يعني في البنكتويشن ممكن تيجي period يعني full stop، عشان بس تبقى ايه لو عدت قدامكم ما تبقوش مستغربينها، يعني فول ستوب هي بيريد. ريدي يعني جاهز، بس لما اجي اجيبها ريدي از ان ادجكتيف معناها جاهز، لو عايز اعملها ادفيرب فبشيل الواي اللي في الاخر واحط اي وبعدين احط الواي، يعني هي اساسا دي كانت ايه؟ كانت كده،
كانت ريدي كده. لو انا عايز احولها ده كده as an adjective كصفه، عايز احولها بقى من adjective لادفيرب، اشيل الواي احط اي وبعدين اقوم حاطط الواي كده، واضحه؟ فتبقى بالشكل ده. ف easy تبقى easily، اوكي؟ ready تبقى readily، بسهوله، اوكي؟ وممكن تيجي ساعات بمعنى حالا، اوكي؟ Arab society يعني المجتمع العربي. وطبعا في فرق ما بين society و community. ايه الفرق؟ حد يعرف في حضراتكم ايه الفرق ما بين society و community؟ طيب خلينا متفقين على حاجه، انا هقول لكم الاجابه بس خلينا متفقين على حاجه، لو انت متشكك حتى لو بنسبه 50 60% انها صح قولها، يعني ما فيش مشكله حتى لو قلتها غلط. اتفضل يا جوناثان. تقريبا يا مستر انها بتكون كوميونتي بتاعت ان المجتمع بيشترك في صفه واحده او حاجه واحده، لكن سوسايتي اللي هو المجتمع زي الدوله او الشعب. برافو برافو صح. يعني انا لما اقول السوسايتي معناه المجتمع، مثلا ايجيبشن سوسايتي المجتمع المصري، انما كوميونتي زي شير سمثينج. فلو انا رحت الكنيسه يبقى ده مجتمع الكنيسه، ذا تشيرش كوميونتي. لو رحت الجامع يبقى ده مجتمع الجامع، يبقى ذا ماسك كوميونتي. لو رحت الشغل يبقى ورك كوميونتي. لو رحت مثلا انا دكتور فرحت مثلا دخلت مكان كل اللي موجودين فيه دكاتره، فاقول لك ذا ميديكال كوميونتي. انا مثلا ايه مهندس، رحت المكان اللي فيه المهندسين كلهم او نقابه المهندسين. واضح الفكره؟ فكلمه كوميونتي معناها ناس بتشترك في حاجه معينه، اوكي؟ انما سوسايتي انا وجاري اللي جنبي ممكن يكون مش مشتركين في اي حاجه، بس احنا فرض علينا الواقع ان احنا عايشين في نفس المكان. فالايجيبشن سوسايتي يبقى المجتمع المصري، انما كوميونتي يبقى انا بتكلم على ناس عايشين في كوميونتي مع بعض. اقول لك كوميونتي بتاع الكومباوند، كوميونتي بتاع الفقراء، كوميونتي بتاع الاغنياء وهكذا. اتفضل يا ناصر. يعني ممكن امصر كوميونتي تساوي ستاف؟ هي اكبر شويه من ستاف، يعني ستاف ده معناها مجموعه العاملين البني ادمين اللي شغالين، انما كوميونتي دي الحاله، ده الكوميونتي يعني كلمه كوميونتي اوسع من كلمه ستاف، واضحه؟ كلمه ستاف معناها انا بتكلم على محمد ومحمود واسماعيل وعبد الرحمن اللي شغالين في الشركه دي، انما لما الاربعه خمسه يقعدوا مع بعض فاقول لك دول هم ريسبكتفول كوميونتي، لا دول شباب يعني الكوميونتي بتاعهم محترم. انا بتكلم على الكوميونتي مش بتكلم على الافراد. كده وضحت؟ تمام تمام. تركي يعني تركيا، وخلي بالكم برضو دي تركه كده تاخدوها في السكه. تركيا هي كلمه تركي بس لازم تكون التي كابيتال. طب لو التي سمول تبقى تركي اللي هو ديك رومي، تمام؟ ديك رومي يعني تركي، وتركيا يعني تركي. ايه الفرق؟ هتكلم على تركيا يبقى لازم التي تكون كابيتال، هتكلم ان انا اكلت ديك رومي امبارح يبقى التي سمول، واضحه؟ طب لما اجي اقول لك تركيش يبقى انا بتكلم في الادجكتيف، زي لما اجي اقول ايجيبت ايجيبشن، لما اجي اقول تشاينا تشاينيز، جابان جابانيز، طب تركي تركيش، اوكي؟ يبقى قهوه تركيه مثلا تركيش كافي. لو جيت قلت مثلا تركيش كلوز، تركيش برودكتس، يبقى الهدوم التركيه، المنتجات التركيه وهكذا. رشا يعني روسيا، احنا هنشيل الان دي، رشا يعني روسيا. طيب لو انا عايز اقول روسي فحط الان فتبقى روشن، اوكي؟ روشن يبقى انا بتكلم ممكن يكون الجنسيه نفسه، يعني اقول زي لما اجي اقول مثلا ايجيبشن برودكتس يبقى المنتجات المصريه، وممكن اقول اي ام ايجيبشن يبقى انا مصري. فلما اجي اقول روشن ممكن اكون بتكلم عليها كصفه حاجه، يعني مثلا الريموت ده مثلا روسي مثلا، فاقول روشن ريموت كنترول. وممكن البني ادم يكون جاي اساسا من روسيا فاقول هي از روشن، هي از روشن يبقى هو روسي، هو شخص روسي، تمام؟ راشا نفس الفكره، راشا يعني روسيا، لو حطيت لها الان بقت روشن، بقى كده بقت ادجكتيف. regard as يعني يعتبر، وساعات بتيجي consider، اوكي؟ يعني يعتبر او يعد يعني. فممكن اقول لك مثلا Egypt is regarded as one of the most beautiful countries in the Middle East. يبقى مصر تعد واحده من افضل او من اجمل الدول في الشرق الاوسط مثلا. ممكن اقول is considered، ممكن اقول is regarded as،
يعني Egypt is regarded as one of the best countries all over the world وممكن أقول Egypt is considered as one of the best countries all over the world فregarded as أو considered as both can be correct tour يعني جولة وguide يعني يقود الاكسبريشن على بعضه بقى tour guide على بعضها معناها إيه؟ معناها مرشد سياحي أوكي؟ book يعني كتاب fair لو جات لوحدها معناها عادل يعني أقول لك it's fair أو it's unfair يعني ظالم أو غير عادل يبقى عندي fair وعندي unfair طب لو أنا قلت book fair وعملها capital letter معناها معرض الكتاب عارفين معرض الكتاب اللي يتعمل في مصر هنا مرة كل سنة اسمه book fair اللي هو معرض الكتاب فالإكسبريشن على بعضه كده book fair يعني معرض الكتاب culture يعني ثقافة جت منها cultural يعني ثقافي as an adjective بشيل الـ E وحط AL ولو عايز أعملها adverb ببقى بحطت LY كمان يبقى culture cultural culturally يبقى culture عايز اعملها adjective اشيل الاي احط al تبقى صفه عايز احط كمان adverb او حاطط ly بعدها تبقى culture cultural culturally تمام نفس الفكره برضو في tradition tradition يعني تقليد طب عايز اعملها adjective بقت traditional حطيت al عايز اعملها adverb او حاطط ly تبقى بالشكل تبقى traditionally تقليديا يعني يبقى tradition the noun, traditional, the adjective, traditionally, the adverb. عندي كمان product, يعني منتج, جاية من verb produce. Produce يعني ينتج, ده الverb. عايز أعملها noun, يبقى product. Rules يعني قواعد, وتاخدوا بالكم إن في فرق ما بين كلمة rules و roles. يعني في كلمة بالO, R-O-L-E-S. Roles يعني أدوار. يعني إيه دورك في المسرحية مثلاً. أو دور المجتمع المصري إنه يعمل كذا كذا كذا. إنما رول يعني قاعدة وممكن تيجي as a verb بمعنى يحكم. رول دي ممكن تيجي بمعنى يملك أو يحكم يعني مثلا President Sadat ruled Egypt for 15 years مثلا before he died in 1981. يبقى رول بمعنى govern بمعنى يحكم. وممكن تيجي as a noun بمعنى قاعدة. رول والنوم بتاعها يبقى plural rules اللي هو قواعد. تمام؟ كمان عندي author author يعني مؤلف يعني لو حد بيألف كتب بيألف مقالات اسمه author تمام زيها زي writer يعني author عندي كمان كلمة post post يعني البريد post لغاية هنا كده وطبعا كلمة man يعني راجل ف postman ده على بعضها كده اسمها ساعي البريد دي واحدة من المؤلفات اسمها postman عشان كده معمولة capital يعني اوكي suffer يعني يعاني من suffer وبيجي معها دايما preposition from suffer from amnesia مثلا يعني يعاني من فقدان الذاكرة أو suffer from headache يعني أنا عندي صداع دلوقتي فأقول لك I suffer from headache suffering as a noun بقى دي معناها المعاناة نفسها أوكي ده noun كده suffering obey يعني يطيع obey وال adjective بتاعها obedient يعني obedient كده ده الادجكتيف ولو عايز اعملها الناون يبقى obedience يبقى يطيع obey الادجكتيف اللي هو شخص مطيع obedient الادفيرب الناون اللي هو طاعه obedience اوكي respected يعني يحظى بالاحترام respected جايه من verb respect يعني هي respect كده معناها يحترم لما اجي اقول لك respected يعني يحظى بالاحترام يعني اجي اقول مثلا Mrs. Marwa is a respected teacher at school يبقى هي مدرسة تحظى بالاحترام سمعتها كويسة يعني مدرسة شاطرة تمام sport يعني رياضة خلي بالكم من الحتة دي جمع كلمة sport sports يعني اجي اقول football is an interesting sport طب لو قلت football and volleyball هقول ايه football and volleyball are interesting sports يبقى إذا كلمة sport معناها رياضة طب كلمة sports معناها رياضات طب لو ينفع أجيب كلمة sports كصفة sports teacher sports teacher كده بقت adjective sports teacher مدرس ألعاب أوكي sports club sports center خلي بالكم الحتة دي دايما لازم تيجي sports ما تنفعش تبقى sport وتبقى adjective دي تركة مهمة أوي كمان عندي مثلا ايطالي ايطالي يعني ايطاليا اللي طبعا اخرها واي يعني ايطالي دي كده كده ايطالي
طب عايز اقول ايطالي، قمت شايل الواي وحاطط اي اي ام فبقت ايطاليان، يبقى ايطالي ايطاليان. اوكي، زي روسيا روسيان، زي كندا كنديان. سبورت as a verb معناها يؤيد او يساند، وممكن تيجي as a noun بمعنى الدعم او المسانده نفسها. travel احنا كنا خدنا tour guide يعني مرشد سياحي. طب travel agent يعني وكيل سياحي، جت منها travel agency يعني وكاله. يعني ايه؟ شركه سياحه في مصر هتروح تجيب ناس من روسيا تسفرهم وتعمل لهم برنامج في مصر هنا وتروقهم اسبوعين كده وياخدوا منهم الواحد $1,000 مثلا، يبقى دي اسمها travel agency، وكاله سياحه اللي احنا بنسميها بالعربي عندنا هنا في مصر. اقول لك ده فلان ده شغال في شركه سياحه، اسمها ايه بقى؟ اسمها travel agency. travel agency. طب هو شغال بقى البني ادم نفسه يبقى اسمه travel agent، وكيل او عميل سياحي. تمام؟ ف travel agent وكيل سياحي، travel agency ده المكان اللي هو شغال فيه اللي هي شركه سياحه. فيلم بالانجلش ممكن اقول فيلم، ممكن اقول موفي امريكان او بريتش يعني. فيستيفال يعني مهرجان، وثقافه قلنا يعني كلتشر، ثقافي يعني كلتشرال، فعايز اقول مهرجان ثقافي يبقى كلتشرال فيستيفال. سيفيلايزيشن يعني الحضاره، سيفيلايزيشن يعني الحضاره. طب لو عايز اقول فلان ده بني ادم مثقف او بني ادم متحضر، فاقول ايه؟ هي از ا سيفيلايزد بيرسون. سيفيلايزد يبقى انا يعني هحط civilized وحاطط ايدي، he is a civilized person، يبقى هو شخص مثقف، شخص متحضر. طب مصر عندها حضاره عظيمه، يبقى Egypt has a brilliant civilization، a marvelous civilization. اوكي، يبقى civilization يعني حضاره، متحضر يبقى civilized. لو بتكلم ان فلان ده شغال في مكان مهم في البنك مثلا او في الوزارة أو في الرئاسة أو كده، فأقول إيه؟ A respected position، يبقى مكانة أو وظيفة محترمة أو مرموقة. A respected position. تمام؟ A respected position. Organization يعني منظمة أو مؤسسة، جت من verb organize. Organize يعني نظم، organization يعني منظمة أو مؤسسة، وناخد بالنا إنها ممكن تبقى معمولة بالإس أو بالزد. American or British برضه. تمام؟ Organization. Values يعني قيم. value ممكن تيجي معنا يقيم، وتيجي noun بمعنى قيمة، the value. طب عايز اعملها noun plural يعني، فهم اي values يعني القيم. اوكي، طبعا يجي منها adjective valuable يعني قيم، و valueless يعني بلا قيمة. دايما المقطع less يديني معنى ان مفيش، يعني اجي اقول لك hope يعني يأمل، طب هوبلس ما يقوس منه. هيلب يعني يساعد، طب هيلبلس ما لا حول له ولا قوه، ما يقدرش يساعد. تمام؟ لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، وما تنساش تفعل الجرس علشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديوهات اللي جايه اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله. اشوفكم بالفيديو الجاي.